وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا سعادة النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب البحريني. مساء الخير سعادة النائب. المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية، في ظل هذه الظروف ما هي أهم المحاور والبنود التي ناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة اليوم؟ طبعا مساء الخير أختي العزيزة. نعم، اليوم طبعا مثل ما تفضلتي اجتماع البرلمان العربي والمنطقة العربية تمر بظروف استثنائية جدا. سيادة الدول العربية قاعدة تتعرض للانتهاك. طبعا حضر اليوم سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي المستشار رئيس مجلس النواب بدولة ليبيا الشقيقة. الظروف الراهنة في عدد الدول العربية طبعا تحتاج إلى وقفة عربية. الآن أصبحت يعني بعض الدول العربية تمر بمرحلة خطر. البرلمان العربي أخذ عدة خطوات، على رأسه تبنى مشروع بيان يدين التدخلات في دولة ليبيا وتعدي على سيادة دولة ليبيا. البرلمان العربي طبعا بيسعى خلال المرحلة الجاية في أنه يقود مبادرات في التواصل مع البرلمانات الدولية والإقليمية أساس أنه إيصال وجهة النظر العربية بالحفاظ على السيادة في الدول العربية، وهذا أمر بالنسبة لنا خطير. مثل ما قلتي أن سمو وزير خارجية السعودي أوضح موقف المملكة العربية السعودية بشكل مفصل وبشكل دقيق. طبعا البرلمان العربي يؤيد الخطوات السعودية في التعاطي مع جميع الملفات سواء العربية أو غير عربية. مثل ما قلت لك أن الدول العربية الآن تمر باستهدافات متعددة متنوعة، وصلت لمرحلة التعدي على السيادة العربية على سيادة الدول العربية. هذا بالجانب أنك عرب يعني واجب علينا دورنا العربي ان احنا نقوم في ان احنا نتعامل ونتعاون مع كل الاطراف العربيه في التصدي لهذه الهجمه الشرسه التي للاسف يعني تسبب اضرار كارثيه مستقبلا للوطن العربي باجمعه. نعم سعادة النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي عضو مجلس النواب البحريني، شكرا جزيلا لك.